هو الجميل في الموضوع ديال القضيه ديال المغرب في الدفاع على الوحده الترابيه هو المستجد الامريكي والمرسوم الامريكي الذي اصبح الان مؤثرا جدا في الملف القانوني في الامم المتحده، واصبح معتمدا ضمن وثائق مجلس الامن، وكذلك معتمدا لدى معظم الدول العظمى على اساس ان الولايات المتحده الامريكيه قرروها الاعتراف رسميا بمقتضى مرسوم وبمثابه قانون يسري على جميع الاتفاقيات والمعاهدات، وكذلك التعامل مع المنظمات الدولية فيما يتعلق بعلاقة المغرب الواقعية والتاريخية والقانونية بالصحراء. هذا المستجد هذا له تداعيات، هذه التداعيات هو بحال الى ساهم هذا المرسوم هذا في إظهار المغرب شكون هما فعلا أصدقاء تاعو أوفياء، وشكون هما فعلا الأعداء تاعو أو الخصوم تاعو أو الناس اللي هما كانوا يعني في اللون الرمادي ما بين الأبيض وما بين الأسود. والمغرب الحمد لله تطورت الدبلوماسية المغربية من الدبلوماسية الدفاعية للدبلوماسية الهجومية أو الدبلوماسية التي تخترق الأماكن البعيدة، وهذا شيء جديد نحيي فيه الدبلوماسية المغربية اللي هي تحت الرعاية ديال صاحب الجلالة، وبينت بأنه يمكن هذه التمثيلية الدبلوماسية الأخيرة اللي أعطت واحد الانتشار في عدة دول وقنصليات وسفارات جديدة وبفئات وعناصر بشرية جديدة بما فيها أبناء المناطق الجنوبية. وحنا نتذكر بأنه في آخر تعيينات ديال السفارة والقناصلة كانت أكبر تعيينات سنة 2016 اللي أعطتنا بأنه هناك نظرة من طرف الدولة للاستفادة من أبناء تاعها، خصوصا أبناء اللي هما عارفين المشكل وعارفين الحقيقة تاعو عايشينه، وكذلك يقدروا يبينوا بأنه راه 95% أو فما فوق من الصحراويين اللي هما في الداخل راهما تاهما عندهم رأي عندهم قدرة على التعبير بأنهم هذا الوطن لهم، وأنه تداعيات ديال تصفية الاستعمار لا تنتهي بخروج المستعمر وإنما بقطع كل الدواليب ديال التأثير الداخلية بأساليب مختلفة، والواقعة ديال المجرم غالي إنما هي واقعة كاشفة لحقيقة التنسيق الدائم انطلاقا من الأزمة المفتعلة منذ 75 إلى الآن ما بين الجزائر وما بين إسبانيا باعتبارها لا كانت لها أطماع، ولكن إرادة الوطن والشعب وإرادة الحق كانت أكبر من أنها تبقى مستغلة الأراضي ديال المغرب الجنوب. هو تدبير له زاويتين، زاوية الذكاء من طرف المغرب اللي قدر يدفع إسبانيا باعتبارها تنتمي للمجموعة الأوروبية التي كانت قبل هذا الملف هذا تتبجح باتفاقيات الحقوق والعدالة الجنائية ومحاربة المجرمين وعدم التدخل في شؤون الغير واحترام الجوار كذا. المغرب قدر يدفع إسبانيا على أنها تكون متناقضة في مسائل بسيطة جدا. أول شيء المغرب يسأل الشخص هذا اللي يدخل شكون هو، وشفنا وزارة الخارجية المراحل ديال التعليقات ديالها وديال الخروج ديال الإعلامي بينات بأنه لم يكونوا يتوقعون بأن المغرب له المعلومة منذ بدايتها إلى تاريخ كشفها، وهي معلومة كانت لها قيمتها الاستخباراتية، وأعطت بأن المغرب عندما يحترمه كل المنظمات العالمية والدول العظمى والمتعامل معه في إطار المعلومة الاستخباراتية إنما يتعاملون مع دولة لها قيمة ولها احترافية ولها احترامها ولها كذلك مصداقيتها. والمغرب قدر يكشف بأن إسبانيا لم تكن لا تتوفر على الشفافية والمصداقية اللي مطلوبة في الجوار. بسيط جدا، شكون يدخل امتى دخل باش دخل، كان ممكن مسألة عادية احنا وصلنا لهذا الدخول بالليل ومشى بالليل، كان من الاول اللي يدخل هو هذا الشخص هذا، ولكن ماشي بهوية اخرى بغاية اخفاء شيء ما. والحقيقة اللي تبتدى بانه المسألة لا تتعلق بكوفيد او مرض كوفيد، وان هي مسائل اخرى لها تداعيات او لها ارتباط بمحاولة الهجوم على الخط الدفاعي واللي كان فيها اخطاء من طرف الخصوم ديال الوحدة الترابية اللي اعتقدوا بان المغرب لا زال يفكر بالطريقة ديال الحفاظ على الحدود ديالو ديال الستينات والسبعينات، والحالة المغرب طور شركائه الاقتصاديين وطور شركائه العسكريين والأمنيين وطور كذلك طريقة التعامل مع الموضوع.
لا يجب أن ننسى أو نعتبر بأنه يعني إطلاق المغرب للقمرين الصناعيين راه ما كاينش عند اسبانيا بحد ذاتها. المغرب الان عنده امكانيه ديال يعرف اشنو كيتمشى ماشي في الحدود المغربيه الجزائر اسبانيا ولكن كذلك في شمال افريقيا مالي النيجر انطلاقا من القمرين الصناعيين اللي كيعطوا المعلومه بشكل دقيق وهذا يتماشى مع تطوير المغرب ترسانة تاعو العسكرية سواء الدرون سواء الطائرات المتقدمة الحربية سواء التواجد الميداني سواء التواجد الاستخباراتي سواء القيمة المعنوية والارتفاع ديال الحماسة والاطمئنان ديال الخط الأمامي ديال الجنود المغاربة واللي نفتخروا بهم. هذه مناسبة نحييهم ونشكرهم وندعو الموتى منهم الشهداء الرحمة والأبناء تاعهم اللي كنفتخروا بهم ونتمنى لهم يكونوا في المستوى الرائع ديال هذاك التضحية ديال والديهم والوطن ما عادش ينسى لهم هذه الشهادة. ونحن الآن في طريق ديال استكمال الوحدة الترابية بالشكل تاع الفعلي والحقيقي والمتكامل، ولكن في نفس الوقت قدمنا لجيراننا وللعالم بأن المملكة الشريفة ليست مملكة من ورق وإنما مملكة من مؤسسات ومملكة من رجال. المغرب هو الرابح الأكبر. أول شيء كشفنا بأنه الجزائر هي الراعي رقم واحد النزاع المفتعل في الأقاليم الجنوبية. قبل ما يكون هذا الرئيس هذا وكان رئيس سابق بوتفليقة كان يتنكر بأن الجزائر لا علاقة بالموضوع، الخلاف والنزاع كاين ما بين شي صحراويين كاينين في واحد المنطقة بغاو يرجعوا لبلادهم وبغاو يرجعوا لأرضهم، وما بين واحد المغرب اللي هو بغى يتعدى على هاد الناس هادو، ما كيقول انا ما عنديش مشكل مع هاد الناس هادو اللي هما يعتقدون بانه راه تحيد لهم شي حق ديالهم. هما اللي مشاو وهما اللي قرروا يسافروا وهما اللي قرروا يهاجروا وهما اللي قرروا يمشيو. والحسن تاعنا رحمه الله عليه صاحب ما قال ان الوطن غفور رحيم، وجاو رجعوا شحال د الناس وقدروا من القيادات العسكريه ومن القيادات السياسيه ومن القيادات على مستوى القبائل القويه رجعوا وقدروا ينخرطوا ويندمجوا ويعطيوا ورجعوا كيدافعوا على الوطن. راه في اللجنه الرابعه وفي المنتديات الدوليه وفي جنيف شكون اللي كيدافع؟ راه اللي اصبحوا يدافعون هما دوك الناس اللي حسوا بان غرر بهم وبوالديهم وعائله ديالهم مده ديال 40 سنه و43 سنه 45 سنه واصبحوا اليوم يدافعون وبلغه الفاهم وبلغه ابن المنطقه وبلغه المنتمي، وهذا شيء جميل. إذن الرابح الأكبر والمغرب ليكشف بأن الجزائر هي الخصم الحقيقي المباشر في حدود العلاقة المتصلة ما بين المغرب والجزائر على مستوى الجغرافيا وعلى كدنس الثانية احتجاز مجموعة الناس اللي بغاو يرجعوا الوطن تاعهم. والجزائر لحد الآن تتملص من فقط أنها تسمح الأمم المتحدة والمنظمات العالمية والصحافة يحسبوا شحال هذوك الناس، 40,000 20,000 60,000 100,000 200,000 شحال هما بالضبط. هذا اذا المغرب كاسب في هذه المرحله، هذه كسب واحد النقطه لقدام. اما على مستوى اسبانيا، اسبانيا تبتات من خلال هذه الواقعه هذه. اول حاجه ما عندهمش قضاء مستقل، ثاني حاجه قضاء تاعهم مسير سياسيا، ثالث حاجه الخط السياسي في اسبانيا عرف واحد نوع من السذاجه او واحد نوع من عدم النضج في استثمار الرصيد التاريخي والرصيد الاقتصادي والرصيد المنفعه. الى جينا نحصروا شنو هي المنفعه اللي عند اسبانيا من قبل ما تدخل عندنا، ولازم نتذكر قبل الحمايه الاتفاق ديال 1906 ما بين فرنسا ما بين اسبانيا باش يدخلوا للحمايه، اتفقوا هذيك تمشي في اسبانيا تمشي للشمال وتمشي للجنوب، وفرنسا بغات الوسط بحكم ان عنده ارتباط بالجزائر لانه الصحراء الشرقيه، وهذا موضوع اخر غادي نرجعوا ليه لان هذاك الاتفاق وهذاك الدخول ديال يعني استحواذ الجزائر على الاراضي المغربيه والظروف تاعها هذا مازال ما وصلناش ليه، دابا تجي وقته. ولكن اللي ربح بزاف هو المغرب، قدر يكشف جوج ديال الجيران ديالو، يكشف الخبط ديالهم اللي كيرجع لمن؟ الافكار اللي كانت عند فرانكو في تاسيس جمهوريه ديمقراطيه صحراويه مستقله في الجنوب باش تبقى دائما الاطماع ديال اسبانيا قائمه ويبقى اضعاف المغرب كمملكه قويه اللي التاريخ ثبت بانه عبر الزمن دائما كانوا المغاربه اشداء اقوياء ما كيقدرش شي حد يدفع بهم بانهم يتنازلوا على حقهم، وهذا الشيء يرهب اسبانيا يرهبها. المغرب بالعكس، المغرب واحد الحاجة اللي تخلي المغرب بأنه عنده قيمة في المجتمع الدولي شنو هي؟ وهو الكلام تاعو الدبلوماسي والكلام تاعو في طال العلاقات الدولية ما عندوش جوج المعاني، عنده واحد المعنى. يعني كي لا يعطاك المغرب
واحد الافاده تعتبر افاده المغرب متطابقه مع الواقع ومتطابقه مع الحدث. اسبانيا في هذا الواقع عادي ثبت من خلال هذه التصريحات ومن خلال حتى قاضي التحقيق اللي كيقول لا يعني ما كاينش الخوف بان هذه غادر، واش بالتالي راه هو غادر بالطياره بالليل ومشى وما عطاش قيمه للعمل ديالو، مع العلم على انه هذه شكايات كان ممكن تمشي فيها المسطره امام قاضي التحقيق. المسطره عاديه، قاضي التحقيق الى بغينا نقولوا استقلال القضاء هو الوحيد الذي يقرر هل هذه الشكايات توفر فيها العناصر الكافيه من اجل اجبار هذا الشخص يبقى ولا انه يفعل فيه اجراء ديال التحقيق واجراء ديال الاستماع وكذا، ام هي جرائم نعتبرها بان عندها بعد سياسي وكذا. ولكن خلينا نخليوها للقاضي ماشي نعطيوها للسياسي، والدليل انه كيخرج عندنا السياسي كيتكلم معنا عاد كي القاضي يعني كيجي يقول لنا شيئا ما من داك الشيء اللي غادي يتماشى مع التوازن ديال السياسي، وهذا يعتبر بانه بمثابه ضربه قويه للقضاء الاسباني وضربه قويه للمؤسسات الاسبانيه، وخلق نقاش داخل اسبانيا حاليا من خلال الاحزاب ديالهم متضاربه في الموضوع، من خلال التهافت من اجل استغلال هذاك الامر لاهداف سياسيه داخليه. المغرب بالنسبه ليه كان واضحا ما كيأثر عليه حتى شي حاجه، اول شيء ماشي المغرب كدوله اللي يطلب برقيه بحث على ذاك الشخص هذا، المغرب انما يدافع على الضحايا اللي هما مواطنين حس المغرب بان من واجب عليه وهو فعلا واجب عليه يدافع عليهم لان تعرضوا للانتهاكات حقوق الانسان، التعذيب، التقتيل، التهجير، الحرمان وكذا، وبالتالي المغرب انما يدافع على مواطنين كافراد، ولم يباشر المغرب كدوله اجراء من الاجراءات المسطريه، وعلى العكس بانه الحاله ديال الجزائر راه كانت بشحال من مره مارست هذه الاجراءات كدوله ولم يستجب لها، وبالتالي المغرب يعرف اين يضع قدمه ويعرف الطريق اللي غادي يمشي لها ويعرف مع من يتعامل. التداعيات اليوم المرتبطه بالنتائج ديال تدبير هذا الملف هذا تعطي للمغرب قيمه في المجتمع الدولي، تعطي المغرب ثقه في الذات تاعو في المؤسسات تاعو، وتعطي قيمه للمغاربه. الا رديتي البال المغاربه كلهم ولاو كيحسوا شكون هي اسبانيا هذه اللي ممكن انها تمس شي حاجه من الهويه ديالنا والانتماء تاعنا والسياده ديال الوطن ديالنا. والمغاربه اصبحوا من ذاتهم يساهمون في الدفاع عن الوطن، مثلا كتسمع الشعار ديال نقاطعوا السياحه الاسبانيه، نقاطعوا المنتجات الاسبانيه، نتعاملوا بتحفظ في الاتفاقيات اللي كتربطنا بين اسبانيا، نعاودوا نراجعوا اتفاقيات الصيد البحري، نعاودوا نراجعوا الاتفاقيه الامنيه، نعاودوا نراجعوا التعامل مع المهاجرين. بالتالي المغرب بلا ما يكون انه هو كيهدف لهذه المساله هذه، ولكن التفاعل ديال المغاربه مع القضيه بين بان قضيه الوحده الترابيه قضيه من المقدسات البلاد وطنا ومواطنين ومؤسسات، وهذا يخلي الخصوم تاعنا يعرفوا بانهم لا يتعاملون مع افراد. اما في الجاره ديالنا الجزائر ولا اسبانيا بان باننا نتعامل مع ايديولوجيات، مصلحه مشتركه مبطنه كانت بدات من عهد ديال فرانكو مع بومدين لا زالت مستمره في ايهام بانه راه هذا المغرب الا مشى تقوى من خلال استرجاع الاراضي تاعو كلهم سيكون صعبا المعادله وسيكون خصما وسيكون قويا اكثر مما هو عليه الان، وبالتالي باش ما عندنا درنا العصا في الرويضة ما يكملش الوحده الترابيه تاعو، غادي يبقى يركز على التسلح، غادي يبدا يركز على الجنوب، بالتالي هذه يأثر لي داك الشيء على التنميه ويأثر لي داك الشيء على كذا. المغرب بين بانه غادي بسكتين، السكه ديال النمو ديال الاقتصاد والانفتاح وديال التعاون مع المؤسسات وديال التقديم ما هو مفيد للديمقراطيه واعطاء فرصه للتعاون الاقليم والدولي، والحاجه الثانيه هو المغرب على مستوى العسكري وعلى مستوى الامني اعطى واحد المثل من حيث القصد ديالو، اعطى لي مثال واعر لتكون يعني سالما او تعيش في السن يجب ان تكون قويا، والمغرب بين بانه قوي برجاله بسياسته باستراتيجيته بمعداته، وهذا مكسب للمغرب والمغاربه وسيكون له تداعيات ايجابيه في المستقبل لتخلي بانه كل واحد بغى يتعامل مع المغرب يجب ان يتعامل معه وفق قيمته الدوليه وقيمته الوطنيه وقيمته من حيث الجيران.